سيداتي سادتي أعزائي المشاهدين، أينما كنتم أجدد الترحاب بكم. معكم طريق من قناة أوف إن مختصة في مجال العقار. اليوم أجيب لكم شقق من فئة ديال السكن الراقي، بديكورات اللي هي مختلفة، بديكورات اللي هي جديدة، وفي موقع اللي هو جد ممتاز لقلما كيكونوا فيه العروض، لأن اللي كيكمل الدار هو الموقع، راه ماشي فقط الشقة الداخل ديالها كيفاش جات، ملي تيكملها باش نقدروا نقولوا عليها شقة راقية ولا شقة ممتازة، فهو الموقع فين كتواجد. اليوم الشقق اللي جايب لكم كيتواجدوا في عمارة، في إحدى العمارات اللي فيها مرآب ديال السيارات، وكذلك فيها مصعد. الحاجة المهمة اللي تارت الانتباه ديالي فاش شفت هذا العقار، ألا وهي هاد النافذة. هاد النافذة فاش كتحلها كتلقاها مشمشة، زائد حاجة أخرى هي أن الشوفة ديال هاد النافذة هادي ما قدامك حتى شي حاجة، كتكون عندك واحد لافيو اللي كنسميوها واحد لافيو ديكاجي، ولا واحد لافيو في بعض الأحيان كتكون بانوراميك، إلا كان قدامك شي منظر اللي هو خلاب، منظر اللي هو جميل. عندنا كيتكون هاد العقار ديال اليوم من صالون وسيجور وثلاثة ديال الغرف. أما بالنسبة للمساحات ديال هاد الشقق ففيهم جوج ديال المساحات، علاش؟ لأن هاد العقار كيتواجد في عمارة اللي كتحتوي كل طابق كيحتوي على جوج ديال الشقق، مساحة اللي مطلوبة جدا. كاينين الناس اللي كيبغيو المساحة الكبيرة، هاد العقار فيه 132 متر مربع في الأوراق، لربما المساحة إجمالية لربما نقدروا نوصلوا حتى 140 مع احتساب بلكونات، لأن فيه جوج ديال البلكون. وكاين مساحة أخرى اللي فيه 112 متر مربع بنفس طريقة حطات نفس الشقة، ما عدا كاين اختلاف طفيف في الغرف او مثلا في هذا السجن، اختلاف طفيف جدا كنأكدها. بالنسبه للاثمنه ديال هذا العقار، الثمن ديال هذا العقار بالنسبه للشقه اللي كنصور حاليا فحطنا بثمن ديال 850 الف درهم، 85 مليون. اما بالنسبه للشقه المحاديه لها اللي فيها مساحه اصغر فثمنها هو 750 الف درهم، 75 مليون. بالنسبه لغرفه الوالدين انتما كتشوفوني كنصورها حاليا، فكتكون من حمام وفيه دريسينغ ديالو، وكذلك كاين فيه تافابو ديالو هنايا، كاين دريسينغ اللي فيه بلاصه فين كنحطوا الملابس اللي هي مفتوحه، بلاصه اللي هي مغلقه كذلك ولكن مقاده كلها. غرفه الوالدين من الحجم ديال الغرف اللي هي كبيره، بالبالكون ديالها باطلاله على شارع. على ذكر الشارع، اليوم كنتواجد بكم من مدينة مكناس، أقدم لكم التحية والسلام أينما كنتم داخل وخارج المغرب، جميع الأحياء وجميع المدن فيما كنتم كتشاهدوني حاليا. كنقول لكم شكرا جزيلا، ما تنسونيش بالضغط على زر الإعجاب، ونزيد نأكد عليه هو كذلك إذا كان شي عقار عندكم البيع في مدينة مكناس أو في النواحي، مثلا إذا كتعرفوا شي صديق أو شي واحد من العائلة عنده شي عقار وغيبيعو، فأنا راهن الخدمة. عقار كيف ما كان، مثلا كانت شقة، كانت فيلا، كانت أرض فلاحية، ولا أرض قابلة للبناء. نرجعوا للعقار ديالنا، كما كتشاهدوا معايا غرفة الوالدين كبيرة، ما شاء الله كبيرة الغرفة اللي هي، مثلا عندنا داك الكوان شو كي داير، عندنا هاد البلاصة هادي هي مثلا الخلفية ديال السرير ولا تيت دو لي كما كنقولوا، لانستالاسيون ديال الكليماتيزر، وعندي بالكون بإطلالة هي جد جد ممتازة. إطلالة شتي ديال هاد البالكون فاش كتحلو ما كنظنش واش أنك غادي تلقى عقار يشبه ليه الإطلالة ديالو، لأن إطلالة عنده رائعة صدقوني. بالنسبة للبلاصة فين كنتواجد بمدينة مكناس، هنا كنتواجد على مقربة، على مقربة من حي من أسيما، من سوبر مارشي ديال أسيما، بما كان يعرف سابقا، بما كان يعرف سابقا أسيما أو بما يعرف حاليا مرجان ماركت. كاين هنا فيها صالون بون سيجور، فيها ثلاثة ديال الغرف كما قلت، جوج ديال الشقق في كل طابق. هذا هو المدخل ديال العقار، من هنا كندخلو كتمشي لهاد الناحية هادي اللي مخصصة للضيوف ولا ريسبسيون، وعندنا هنايا كاين حمام ديال الغرف المتبقية. عدد ديال الغرف هو ثلاثة ديال الغرف في هذا العقار، ثلاثة ديال الغرف اللي كلها كتفرق عندنا في هذا الاتجاه هذا، وكذلك المطبخ، حوايج اليوم ممتازين. عندنا هذه الجهة كما قلت للاستقبال وللضيوف، وعندنا هذه الجهة هذه اللي من هنا، فهي جهة اللي كيتفرق فيها العقار. بالنسبة لهذا العقار راه في إطار الإنجازات النهائية ديالو، مازال ما كملش 100%،
ولكن عمليه البيع بدات وتباعوا فيه شقق، بقات واحد القله قليله من الشقق، لهذا ارتأيت انني صور لكم العقار هو في هذه الحله هذه. هنا عندي المطبخ، المطبخ اللي كيتكون من ثلاثه ديال الطوابق. كيفاش ثلاثه ديال الطوابق هذا المطبخ؟ كما كتشاهدوا معايا كاين هنا في المطبخ كاين هنا الرفوف في الطبق الفوقاني، الرفوف في الطبق اللي في الوسط، والرفوف في الطبق لتحت. هذا الشيء اللي اصبح من موضه ديال المطابخ، موضه المطابخ العصريه اللي كتكون جاهزه وكتكون كبيره وكتهز كل ما يحتاجه الانسان في المطبخ ديالو. لا داعي باش انه يجيب بلاكارات اخرين ولا فيترينات اخرين ولا عادي زيد افصل. بالنسبه لعندنا البلاصه فين كدير الثلاجه، البلاصه فين كيدير الميكرووند، البلاصه فين كيدير الفرن، البلاصه فين دير كذلك لابوتي لاف فيسيل، ولا دير كذلك ماكينه ديال الصابون مثلا لاف فيسيل ديرها هنا، البلاصه ديال لابلاك، كل حاجه كذلك تم لافابو واللاف مار ديالو كلشي كاين. ونزيدكم هي كاين بالكون في الغرفه ديال الوالدين اللي تركير كان تواجد بمدينه مكناس، وبالضبط الحي اللي كان تواجد به نقدروا نسميو حي مرجان، على مقربه من اسيما السوبر مارشي ديال اسيما بمدينه مكناس. اللي بغى يشوف هذا العقار عن كتف ماله الا الاتصال والتواصل معي، وانا رهن الخدمه للاستقبال اتصالاتكم وكذلك لزيارات للزياره الميدانيه ديال هذا العقار اللي كنقوم بالتصوير ديالو. بالنسبه للغرف هي غرف اللي هي كبيره، ارضيه اللي هي ممتازه من ناحيه في هذيك الايحاءات الخشبيه كانك كتمشى على الخشب، داك كما كنسميوه الفوق باركينغ. هذه هي الغرفه الثانيه، الغرفه الثانيه كلها مصبوغه بالبلاتينيا، كلها مثلا عندها سقف مصوب بالقبس مع الاناره ديال السبوطات. والغرفه رقم ثلاثه كذلك هي غرفه اللي هي كبيره، الاختلاف البسيط هو انها تحتوي على بلاكار ورفوف، شقه اللي كانت مثاليه لا سيما من الطريقه اللي باش صوبوها هاد الناس مالين هاد العقار، قد افلحوا وابدعوا. علاش؟ لان كانت فينيسيون اللي هي جد جد سامبل ولا جد جد بسيطه، الوان اللي هي مفتوحه، كاين مزجوا ما بين جوج ديال الالوان، اللون الخشبي مثلا في هذا اللون هذا اللي داروا هنا في هذا الام دي اف ولا في الابواب ولا في الارض، وعندنا اللون الابيض اللي طغى على الشقه اللي فتحها اللي عطاها مساحه اكثر للعين. شوفوا معايا غير الكولوار، الا طلينا من هنا الكولوار كان كيجيب لك ولا كيعطيك ايحاءات كانه اكثر ولا اكبر في المساحه ديالو مقارنه مع نفس المنتوج ولا نفس العقار اللي كان بلون مختلف. من هنا كنحيي صاحب هذا العقار، من هنا كنحيي كذلك جميع الحرفيين الذين زعما حقا كيدون ويجتهدون من اجل انهم باش كيتقنوا المهمه اللي كتكون تعطات لهم، الا وهي انتاج عقارات من هذا الحجم ومن بهذا الطريق. اعزائي المشاهدين كنعاود نذكر، اذا كان عندك شي عقار بغيتي تحطو في البيع فانا رهن الخدمه ورهن الاشاره ديال الجميع. بغيتي تشوف هذا العقار عن كتب كنقول لك فمرحبا، وكنزيد رحب بكم على ولا كنزيد كنشكركم على المشاهده ديالكم، كنشكركم بزاف على الضغط ديالكم على زر ديال الاعجاب وعلى التواصل ديالكم معي. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عقارات مقبله ان شاء الله عما قريب مع طارق.